السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، قسم اللغة العربية، الصف السادس. طلابنا الأعزاء، أعزائي الطلاب، بإمكانكم الاشتراك في قناة المدرسة على اليوتيوب وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. شكرا لكم. ومع الدروس المصورة لمنهاج اللغة العربية للصف السادس، نقدم لكم اليوم أهمية ممارسة الرياضة، التعبير الكتابي، صفحة رقم 27. والآن مع أهداف الدرس. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن يحدد بعض الأفكار التي سيتناولها أثناء كتابته للمقالة تحديدًا صحيحًا. يكتب مقدمة من 4 أسطر يمهد فيها لموضوع ما كتابة جيدة، موظفًا بعض أدوات الربط وعلامات الترقيم المناسبة توظيفًا صحيحًا. يكتب مسودة من 10 أسطر لموضوع أهمية ممارسة الرياضة، موظفاً بعض أدوات الربط وعلامات الترقيم المناسبة كتابة سليمة. لا شك أن ممارسة الرياضة من أهم الأنشطة التي يجب أن يخصص لها الإنسان جزءاً من وقته، لما لها من أهمية كبيرة وفوائد متعددة. اكتب مقالاً عن أهمية ممارسة الرياضة والفوائد التي تعود على من يمارسها بصورة منتظمة. التخطيط للكتابة. والآن أعزائنا الطلاب، بعد أن ذكرنا هذا الموضوع المهم، ندلكم الآن على كيف تخطط للكتابة وكيف تنشئ هذا المقال حول هذا الموضوع. عن طريق الشبكة المعلوماتية، اجمع معلومات عما يستفيده الجسم من ممارسة الرياضة ودورها في بناء الجسم، خاصة عند الأطفال. بالاستعانة بمركز مصادر التعلم في مدرستك، تعرف أنواع الرياضات المختلفة وكيف يستطيع الإنسان أن يختار الرياضة التي تناسبه. تعليمات الكتابة. مهد لموضوعك بمقدمة تعرف بالموضوع بشكل عام. بيّن من خلال الموضوع أنواع الرياضة وأهمية اختيار الرياضة التي تناسب كل فرد. استعرض أثناء حديثك أثر الرياضة في حياة الإنسان ودورها في استثمار الوقت وبناء الجسم السليم. اختم موضوعك بتلخيص أهم ما جاء في هذا المقال وبيان الدور الذي تقوم به دولة قطر في نشر الرياضة وأثر ذلك في نهضة المجتمع وتقدمه. وظف أدوات الربط وعلامات الترقيم في أماكنها الصحيحة، واحرص على خلو الموضوع من الأخطاء النحوية والإملائية. عزيزي الطالب، والآن أدلك على بعض المصادر التي يمكن الاستفادة منها في كتابة مقالك. كتاب الرياضة، سامر زيتون، دار الإمامة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى. كتاب التربية البدنية، لعبد الناصر العباني، دار أسامة للنشر، الطبعة الأولى. تقرير قناة الجزيرة عن اليوم الرياضي في دولة قطر. والآن جاء دورك لتكتب موضوعك في كراستك. وقبل أن أتركك تكتب هذا الموضوع، أذكرك بالآتي: ينقسم الموضوع إلى مقدمة وعرض وخاتمة. المقدمة تعرف فيها بأهمية الموضوع وسبب كتابتك له، والعرض تستعرض فيه جميع الأفكار
ثم تختم بتلخيص مختصر لموضوعك مع بيان وجهة نظرك إن أردت. تأكد من أنك تستخدم علامات الترقيم مثل أداة الاستفهام والفاصلة والنقطة وما إلى ذلك، وأدوات الربط التي تربط بها بين الجمل مثل ثم وأولا ومن هنا وفي الختام وثانيا ولكن وما إلى ذلك من أدوات الربط. أتمنى لك كتابة موفقة، وأذكركم بالإجابة عن التطبيقات والواجبات التي ستجدونها موجودة في موقع المدرسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا نكون قد انتهينا من بيان هذا الموضوع المهم، وهو أهمية الرياضة وممارستها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.